اختتم مساء أمس مهرجان العيد الوطني والذي أقامته وزارة الإعلام في القرية التراثية في منطقة رأس حيان. وسلطت القرية التراثية الضوء على ما تحقق للوطن من منجزات بما يسهم في ترسيخ قيم الانتماء والوطنية في نفوس المواطنين وخاصة الشباب والأطفال، وذلك من خلال تعريفهم بما حققته البلاد من نهضة وتطور غير مسبوق. بين عبق الماضي وحياة الأجداد تراث سجله التاريخ عبر مرور الأزمنة في قصة من التطور والنماء عاشتها مملكة البحرين، وهذا ما أكدت عليها القرية التراثية من خلال إعادة إحياء التراث داخل أروقتها لتتوارثها الأجيال. وها نحن نصل إلى ختام فعالياتها التي جمعت كل محب للتراث البحريني العريق وكل متشبث بالعادات والتقاليد البحرينية الأصيلة. قرية تراثية واستونسنا فيها وشفنا أشياء يعني مال الأول القديمة وذكرتنا بالأشياء مال الأول وذي يعني واستونسنا وذي واحنا سعيدين يعني بهالاشياء اللي تصير في البحرين، البحرين يعني عروسة الخليج، والله يحفظ ملكنا وعياله واحفاده ان شاء الله، يحفظنا وياهم وتعود السنه وكل سنه ان شاء الله علينا. الاجواء حلوه ومستانسين في القريه التراثيه كاخر يوم يعني، انا يعني بالنسبه لي اول مره هاي القريه وفعاليات يعني وايد موجوده منها الفخار والاكلات الشعبيه الطيبه. والناس الطيبة البحرينية شرفنا احنا وجودنا في بلدنا الثاني مملكة البحرين، والحمد لله رب العالمين. حقيقة زرنا هذا المكان الجميل، مكان طيب، القرية التراثية يعني أشياء ما شاء الله تراثية جميلة عريقة، فاستمتعنا كثير بهذه المناظر الجميلة وبهذه يعني الأشياء والعادات والتقاليد القديمة. فدائما يعني احنا نتمنى دائما نشاهدها أيضا في كل دول مجلس التعاون مثل هذا، أشياء يعني تاريخية يعني تعبر عن ما كانوا عليه أجدادنا وأبائنا في قديم الزمان. يعني قدم مهرجان القرية التراثية هذا العام العديد من الفعاليات والأنشطة الجماهيرية المتنوعة، منها عروض الفرق الشعبية والسوق الشعبي الذي ضم منتجات وبرامج ترفيهية مختلفة. للأمانة هذه مو أول مرة أزور فيها القرية التراثية بالبحرين، هذه ثالث مرة خلال هذا الموسم، وللأمانة مكان جميل، جميل بمعنى الكلمة. هالسنة القرية التراثية وايد حلوة، فيها أشياء جديدة، الفقرات تنوعت أكثر عن قبل. حبيت إن إحنا للحين يعني عندنا في البحرين متمسكين في تراثنا، يعلمون الأجيال الجديدة يعني إن شلون كنا إحنا قبل، مع إن إحنا من الأجيال الجديدة، بس يعني حبيت وايد ان للحين متمسكين هما في تعليم الناس. صراحه على حظي جيت هني اخر يوم وكالمعتاد يعني الاجواء هني جميله وحلوه، يعني مثل ما تشوفون الاكل الشعبي، المكان مثل ما تعودنا عليه، المكان حلو. ويعني حبيت اشكر وزاره الاعلام على هالتنظيم الرائع يعني كل سنه. مهرجان القرية التراثية يعد من الفعاليات المميزة وفرصة للرجوع إلى الزمن القديم والاستمتاع بالأجواء لما تحتويه القرية من مبان ومجسمات عمرانية تعكس مراحل مختلفة من تاريخ مملكة البحرين.